لنا قصة النهاردة عمر رأفت السيد. كتير من الناس نفوسهم ضعيفة، ما نكرش ان انا منهم، لكن عمري ما سعيت ان انا اذي حد. هو انا ليه بقول لكم الجملة دي؟ هتعرفوا لما احكي لكم الحكاية. انا اسمي حسن وعندي 21 سنة، طالب في كلية حقوق. امي توفت وعايش مع ابويا واختي اللي عندها 17 سنة. ما عنديش اخوات ولاد، لكن اسماعيل صاحبي بعتبره زي اخويا بالظبط. احنا اصحاب من واحنا صغيرين جدا، فضلنا مع بعض من ايام المدرسة لحد ما دخلنا كلية واحدة. انا عايش في الصعيد. اعذرني يا استاذ احمد، مش هقول اسم القرية اللي عايش فيها منع للمشاكل، بس اكيد لو حد سمعنا دلوقتي هيفهم انا اقصد ايه واقصد فين بالظبط، لو حد من بلديات يعني. ابويا اسمه ناصر، شغال ايه؟ شغال تربي في تراب القرية. كان نص التراب اللي كنا فيها هو المسؤول عنها ومسؤول عن دفن الاموات فيها. وفي يوم حوالي الساعة 10 بالليل كنا ماشيين انا وابويا في التراب بنطمن على المقابر وان مفيش حاجة غريبة ولا حد غريب ولا حد بيحاول يسرق او حاجة. اصلا نباشين القبور ممكن اي حد منهم يجي واحنا ما نكونش واخدين بالنا، فيفتحوا تربة كده ولا كده، والتراب اصلا دي اكل عيشنا وعهدتنا زي ما بيقولوا. المهم واحنا ماشيين بدأ والدي يحكي لي حكاية كل تربة بنعدي عليها وبنعدي من جنبها، كأنه بيستعيد ذكريات زمان. يا حسن، الست اللي في التربة دي ماتت من قبل ما انت تتولد، الله يرحمها. كان اسمها الأستاذة سناء، كانت تيجي التراب كل أسبوع تزور القبر بتاعها والدتها، وكانت تدينا اللي فيه نصيب وتمشي. التربة دي بقى بتاعت سيد الأسود، أو سيد ده مات وانت كنت صغير يعني ما توعاش عليه. المهم انه كان بتاع قطع غيار بني أدمين. يعني ايه والدي قطع غيار بني أدمين؟ كان بيبعت الرجالة بتاعته على الطريق برا أول ما الليل يليل ويصطادوا أي حد ماشي ويقتلوه ويسرقوا الأعضاء بتاعته ويبيعهم على مزاجه. عشان كده زمان كنت بتقول لنا أنا وفاطمة ما نطلعش برا الحوش أول ما الليل يدخل وإحنا صغيرين. والدي حط وشه في الأرض كأني فكرته بحاجة حصلت زمان ومش عاوز يفتكرها والتزم الصمت. عدنا تربة والتانية والتالتة والعشرة والخمستاشر، وكان الليل دخل خلاص لحد ما وصلنا عند تربة كان رقمها تقريبا 17. وجاي أبويا عشان يحكي لي، بص عليها شوية وقال لي يا التربة دي رقم كام يا ابني؟ أنا مش شايف الرقم اللي مكتوب من الضلمة. رقمها 17 يا والدي. يا ساتر يا حفيظ يا حفيظ، يلا من هنا. شدني من ايدي وجري في حرفيا بسرعة برغم انه بيسند على العصاية بتاعته. ووصلنا للحوش بتاعنا وش ابويا ازرق كأنه اتسحب منه الدم وقال لي اسمع يا ابني، ابعد عن التربة دي خالص. انا معرفش هعيش لك لحد امتى، بس اللي عرفه انك لو هوبت ناحية التربة دي هتتأذي. انا معرفش ايه اللي مشاني من الناحية دي، انا حافظت عليك انت واختك يا ابني طول العمر، ما تجيش انت وتبوظ اللي انا عملته. ما قربش من ايه يا ابويا؟ انا مش فاهم حاجه، وعمر ايه اللي حافظت علينا بيه؟ انا مش فاهم حاجه. مش مهم يا ابني تفهم، المهم اللي قلته يتنفذ من غير كلام كتير، سامع؟ بعد مرور اسبوع من الموقف ده ابويا تعب وما قدرش ينزل الشغل، وبقيت اشتغل وادرس في نفس الوقت. اسبوعين وابويا مات، وده كان اصعب يوم عشته في حياتي. دفنت ابويا بايديا، دعينا وخلصنا، ولقيت وسط اللي كانوا جايين يحضروا الدفنة ناس شكلهم غريب معرفهمش، معرفش قرايب بقى من بعيد ولا الناس عمري ما شفتهم يعني، وخلاني وعمامي اللي نزلوا من القاهرة، وكل واحد طبعا قال اللي خلص ضميره. زي ما بقولك كده يا يونس، ايه عزومة مركبية. وسط كل دول جي واحد معرفوش وسلم عليا وقال لي البقاء لله يا ابني، انا صاحب ابوك اسمي عمك ابراهيم، احنا عشرة من زمان من ايام لما كنت شغال تربي مع ابوك، بس ربنا فرج عليا وسبت الشغلانة. المهم لو احتجت اي حاجة تعالاني. ده انت ابوك موصيني عليك من قبل ما تتولد انت بالذات، محبة بس خوف اكتر عليك. شكرا شكرا يا عم ابراهيم، شكرا، ما نجيلكش ابدا في حاجة وحشة. لو مش حابب وعايز تسيب الشغلانة بتاعت التربي دي تعالى واشتغل معايا يا ابني. لا لا، انا اتربيت هنا وعرفت الشغلانة وخلاص، مش هقدر اسيب المكان اللي اتربيت فيه والمكان اللي ابويا مدفون فيه. طلع لي كارت واداهولي وقال لي على العموم
لو احتجت اي حاجة اتصل بيها على الرقم ده وانا مش هتأخر عنك ابدا يا حسن. انت من النهاردة اعتبر نفسك ابني. عدى اسبوع يا يونس من اسوأ ايام حياتي. في يوم حوالي الساعة 10 بالليل لقيت اسماعيل صاحبي جاي يطمن عليا زي كل يوم كعادته من ساعة وفاة ابويا، بس المرة دي صمم انه يخرجني من اوضتي ونتمشى شوية. كنت رافض، بس يعني تحت الحاحه الشديد خرجت وتمشينا ومشينا بين المقابر. وما تنسوش مشينا بين المقابر ليه؟ لان انا ساكن اصلا في حوش جوه المقابر، يعني مش بتفسح فيها. كل ده عشان يخرجني من الحالة اللي انا فيها. مشينا وسط الاموات لحد ما وصلنا للمقبرة رقم 17، واول لما شفتها حكيت لاسماعيل اللي حصل لما كنت مع ابويا. لكن فجأة واحنا بنتكلم سمعت صوت من جوه القبر 17 بيتكلم. بيتكلم وبينادي عليا باسمي. اسماعيل، انت سمعت اللي بينادي عليا باسمي؟ سمعت الصوت؟ قلت ايه يا ابني ما سمعتش حاجة، انت صدقت؟ انا في حاجة بتدفعني ان انا افتح القبر وانزل جواه يا يونس. مش عارف ايه التفكير الغريب اللي بفكر فيه ده. وقلت لاسماعيل على الفكرة فقال لي نعم، واحنا من امتى يعني بننزل قبور؟ احنا بننزل وانت بتنزل عشان تدفن ولا ندفن حد قريبي؟ وبعدين قبر ايه اللي عاوز تنزله دلوقتي؟ خلاص انت خايف ما تجيش معايا، انا نازل لوحدي. يا ابني انت اتجننت، تنزل لوحدك فين دلوقتي؟ اسماعيل حاول يمنعني لكنه ما قدرش. فتحت التربة بالمفاتيح اللي كانت معايا ودخلت، ولقيت اسماعيل اضطر يدخل ورايا. مجرد ما دخلنا النار حوطت المكان كله وعملت شكل دايرة، ومن وسط النار ظهر مخلوق شيطاني كأنه خارج من الجحيم على هيئة راجل، وشه كله اسود وعينيه حمرة زي جمرتين النار. وقال لي انت اللي عليك الدور يا ملعون. انا فاكر الجملة دي كويس. وحدف على وشي حاجة زي الرمل بس لونها اسود. اول ما جه على وشي حسيت بألم صعب ورهيب جدا. ببص ورايا واشوف اسماعيل فين، ما لقيتلوش اثر. جريت ناحية باب التربة عايز اخرج بأي طريقة، لكن قبل ما اوصل حسيت بحاجة نزلت على دماغي زي المرزبة وفقدت بسببها الوعي. فين وفين على ما فتحت عيني ببطء شديد، كنا الصبح معرفش الساعة كانت كام، لقيتني على سريري في الأوضة بتاعتي. معرفش جيت هنا ازاي، ما استوعبتش الموقف غير لما باب الأوضة خبط فتحت لقيت اسماعيل داخل وبيقول لي كل ده نوم يا عم، قوم ورانا شغل يا عم. عرفت يا اسماعيل ان التربة فيها حاجة غلط؟ عرفت، وانا اللي هكتشف الغلط ده يا اسماعيل على فكرة. حاجة غلط ايه وايه اللي بتقولوه؟ مش فاهم حاجة، انت عايز ايه يعني تربة ايه؟ لما خرجنا امبارح وقلت لك على الحكاية بتاعت التربة 17 وتمشينا، هو ايه اللي خرجنا وايه اللي تمشينا؟ هو في ايه؟ انا كنت عند خالتي في المنيا ولسه جاي منها عليك دلوقتي. انت ايه، ما بقيتش تميز بين الحلم والحقيقه ولا ايه؟ انا ما كنتش مصدق اللي بسمعه من اسماعيل. امال مين اللي كان معايا امبارح؟ معقول ده حلم فعلا؟ بس عايز اقول لك يا يونس ان هدومي وايديا في شعر ايديا كان فيه رمل اسود، وجوه ودني لما حطيت صباعي جوه ودني كان في رمل اسود. واخد لي بالك رمل اسود منين؟ ايوه هو بالظبط. اسماعيل مشي وفضلت قاعد مع نفسي افكر. كنت مجهد جدا، نمت تاني وصحيت على صوت الحنفيه بتاعت الحمام بتنقط. صوتها المستفز خلاني اقوم. وصلت للحمام وكانت الصدمه، الارض غرقانه دم، وفي ركن من الحمام نفس الراجل اللي ظهر لي في التربة بنفس هيئته المرعبة، وقال لي مش هسيبك يا ملعون. باب الشقة خبط، بصيت على الباب ورجعت على طول ابص على الراجل، لقيته في وشي. صرخت وقعت على ظهري. توعدني وقال لي انه هيرجع لي وهيجي مع الضيوف، واختفى. وبدأ الدم اللي على الأرض اللي أنا كنت واقع في وسطه يتشفط بين السيراميك بتاع الحمام. الباب كان لسه بيخبط، قمت وقفت
مفيش أثر ولا حتى نقطة دم على هدومي. ورحت فتحت لقيت إسماعيل بيقول لي: هو إيه الصوت اللي كان عندك جوه ده؟ أنا في حاجات غريبة بتحصل لي، في مخلوق مرعب بيظهر لي. بس أنا مش هسكت له، أنا هحاربه بأي طريقة. مخلوق مرعب بيظهر لك؟ أيوه، بشع جدا. مخلوق بشع بيظهر لك؟ أنا مش بشع. أنا اسمي مطر. أنت اللي بشع يا مجنون. لقيت جسم إسماعيل بيتهز وبيتبدل بسرعة وتحول للمخلوق الشيطاني اللي ابتسم الابتسامة المرعبة، وخرجت ايدين كتير من تحت الارض ومسكت رجليا وبدأ يضغطوا على رجليا. مكنتش قادر اتكلم من كتر الالم وفقدت الوعي من جديد. صحيت لقيت نفسي على السرير وكأن شيئا لم يكن، بس الاثار بتاعت الايدين على رجليا ما كانت ضغط، كانت موجودة. تاني يوم وقت العصر كنا بندفن ميت وكان معايا اسماعيل. هو قرر يساعدني لحد بس ما اقف على رجليا. التربة اللي كنا بندفن فيها جنبها التربة 17، عيني ما اتشالتش من عليها، ما كنتش مركز مع حد. ولا مع اي حاجة غيرها. حس ان وراها سر كبير، بس اللي عايز اعرفه انا دخلي ايه بالموضوع ده وليه بيحصل لي كل ده. اسئلة كتير في دماغي نفسي الاقي لها حل او اجابة بس مش عارف. خلصنا دفن الراجل اللي كان في ايدينا وخلاص طالعين، وانا فوق ولسه اسماعيل هيردم باب التربة. لمحت مطر، لمحته تحت في القبر وسط الضلمة، وكان مبتسم الابتسامة المرعبة وباين من وسط الضلمة مخيف. طبعا محدش شايف حاجة غيري. همست الاسماعيل وقلت: انت شايف حاجة في التربة؟ شايف الراجل اللي احنا لسه دفنينه حالا. مفروض اشوف حاجة تانية ولا ايه؟ خلصنا الدفنة وقبضنا الفلوس وقفلنا القبر ورجعنا. اسماعيل قال لي: هو ايه اللي انت عملته واحنا في التربة؟ الناس خافت. وبعدين ايه اللي انت كنت بتشاور لي عليه في القبر وبتسألني عليه وتقولي في حد؟ حسن، انت بعد ما ابوك مات عادتك لوحدك خليتك مش طبيعي، وده مش مؤشر مش كويس. هو انا عملت ايه وسط الناس؟ انت كنت عمال تكلم حد مش موجود، وعمال تبص حواليك وبتدفن الراجل ومش مركز معاه، وعمال تبص على التربة اللي جنبنا. انا هبقى كويس، انا هبقى كويس. وهحكي لك كل حاجة في الوقت المناسب. لا، الوقت المناسب انك تيجي النهاردة بعد ما تخلص الشغل اللي ورانا وتبات عندي. كده كده اصلا ابويا مش موجود، وامي واخواتي عند اخوالي في الصعيد، يعني البيت فاضي. وكفاية بقى بيات لوحدك لحد ما نشوف بقى اللي انت فيه ده. فعلا اتفقنا ان احنا هنبات عنده. صراحة انا ما كنتش عايز انام في الأوضة بتاعتي النهاردة، انا بقيت خاف منها. والله اعلم ايه اللي هيحصل لي فيها الليلة دي والليلة الجاية واللي بعدها واللي بعدها. وصلنا بيت اسماعيل وقعدت معاه في الاوضه بتاعته وحكيت له كل حاجه من طقطق لسلام عليكم. كان خايف وهو بيسمع. قال لي: وايه تفسيرك للي انت بتحكيه ده؟ يا اسماعيل، انا حكيت لك مش عشان تقعد تسالني وتستجوبني وتفسيرك وتفسيره. انا ما اعرفش حاجه، انا حكيت لك عشان انت طلبت. لو انت عندك تفسير انت قوله لي، ولا لو عندي تفسير كنت وصلت للي انا وصلت له دلوقتي. طيب انا عرفت الموضوع ده هيتحل ازاي يا حسن. احنا نروح للشيخ فتحي، ده من افضل الشيوخ اللي احنا نقابلهم في حياتنا. انا عرفته لما قررت ان انا احفظ القرآن. الكلام ده بدأ في البدايات، يعني من كذا شهر، في المسجد اللي على اول الطرق. هو انا متأكد انه بيفهم في الحاجات اللي من النوع ده، بس ما بيتعاملش غير بكتب ربنا. طب يلا كلمه بسرعة، خلينا نشوف ايه الموضوع ده يتحل ازاي. يا عم اكلم مين؟ الساعة 11 دلوقتي بالليل، الصباح رباح. ونام اسماعيل وفضلت انا صاحي بفكر في الشيخ فتحي اللي هينقذني من الورطة دي.
شوية وما قدرتش أقاوم أكتر من كده ونمت. الساعة كانت تقريبا واحدة بعد نص الليل، ويا ريتني ما نمت. صحيت على صوت ناس بتقول وحدوا لا إله إلا الله لا كل من عليها كل من عليها السلام عليكم لا إله إلا الله لا إله إلا الله كل من عليها كل من عليها السلام عليكم. أنا في حاجة طولها مترين عرضها نص متر ومتشال على الأكتاف، وسمع الناس بتوحد الله وبتسترجع. أيوة أنا في تابوت أو في نعش ورايح أدفن دلوقتي. أنا عارف إنه كابوس، لكنه كابوس صعب، وكل اللي كنت بدعيه إن أنا فوق من الكابوس ده. لقيتني بقول لا إرادية، واخديني على فين؟ بعدها لساني اتعقد، ما قدرتش اتكلم تاني. متكفن، مش بكفن واحد، اكتر من كفن، لاني متكتف كفن من راسي لحد صدري، وكفن من صدري لركبتي، وكفن من ركبتي لرجلي. صمت طويل مخيف. نزلوا النعش على الارض وفتحوه. نفسي اتحرك علشان يعرفوا اني عايش، لكن جسمي اتشل. كنت قادر احرك عينيا. اول ما فتحوا غطا النعش شفت اسماعيل صاحبي منهار عياط. شالوني، كانوا أربعة. واحد من اللي شالوني ما كنتش أعرفه، أول مرة أشوفه. نزلوا القبر تحت وحطوني على الرمل وعادلوني على الإبنة. خرج ثلاثة واتبقى الراجل الغريب، وبص في وشي، قرب جدا من وشي، شكله كان شاكك إني عايش. قلت أكيد هلاقي حل أخرج بيه من الورطة دي. يا رب يا رب لو كابوس أصحى منه، ولو حقيقة يدركوا المصيبة اللي أنا فيها. اتحركت بالفعل حركة خفيفة. ايه ده؟ انت عايش؟ انت عايش؟ من غير ما انطق حمدت ربنا انه اخيرا ادرك. انت عايش؟ انت عايش؟ طب ما انا عارف ان انت عايش. بطل حذرك وقال لك ان في ضيوف جايين لك معاه. انا واحد من الضيوف دول. سلام، هسيبك بقى مع باقي الضيوف عشان ترحب بيك. ورجع بظهره لورا لحد ما اختفى في الضلمه بتاعت الطرق. كل ده وسمع الناس بيدعولي، وسمع اسماعيل منهار وبيهيط. اللهم اغفر الخطايا البالي والفجر، اللهم اغفر الخطايا السرية، اللهم اغفر الخطايا كل ده مش مستوعب.
هل ده كابوس ولا حقيقة؟ وتشد باب التربة وتقفل. والضلمة حلت على المكان كله، وبرد شديد ضرب المكان كله، وصوت خطوات الناس وهي ماشية بيبعد بيبعد، وحسيت بنفس حار في وسط البرد في وشي، مش شايف لحد ما شمعة نورت قدام وشي، وفوق الشمعة ظهر وش مطر وعلى وشه ملامح بشعة. ابتسم وقال لي: ايه رأيك؟ ايه رأيك في التجربة الحلوة دي؟ يا رب يا رب يا رب اصحب الكابوس ده يا رب. ده مش كابوس، دي حقيقة، والدعوات مش هتخليك تصحى من الحقيقة. وعشان تعرف ان دي حقيقة، أنا هعيشك تجربة عمرك ما عشتها في حياتك ولا هتعيشها. أنا هسيبك مع ضيوفي اللي قلت لك عليه، أصلهم عايزين يتعرفوا عليك. يا ملعون، مطر بدأت ملامحه تتبدل وتشكل لكيان أسود طويل ليه قرنين طوال، وعنده شعر كثيف فوق كتافه، وباقي جسمه ما فيهوش شعر خالص. رجليه شبه رجلين الجمال، عينيه سودة. الشمعة اللي في الأرض اللهب بتاعها كان عالي فجأة ومخليني شايف كل حاجة. إيديه كل كف كان فيه 3 أصابع، والضوافر بتاعته عبارة عن حوافر طويلة جدا. اتجسد قدامي بالشكل ده، وفجأة الشمعة اتطفت، وفي نفس اللحظة حسيت بأن أرض التربة بتتهز جامد، وسمعت أصوات همس وأصوات كتير من حواليا. ووسط كل ده ظهر قدامي شمعة تانية نورت، وشفت بسببها شيء مرعب تاني. الراجل بدقن سودة طويلة ملامحه عليها غضب ربنا، قدامه دايرة كبيرة مرسومة من الدم، وجواها أشكال ورموز وأرقام ومثلثات. كان معاه كتاب بيقرأ منه بيقول: سمعت إليك بحق سكان القبور، حق أبي كبيس، أجب يا مطر خانات السماء السرع، يشيش ناصيه في ضلال. أجب حق النور ومنور النور، سمعت إليك بحق سكان القبور، حق أبي كبيس، أجب يا مطر خانات السماء السرع، بعدها سكت شوية وقام لف وشاور عليا، وكأنه أمر إن في حاجة تحصل. ظهرت كائنات كتير قوي بتتحرك بعشوائية، أشكالهم غريبة، فيهم الطويل وفيهم القصير، وفيهم الطويل جدا، وفيهم اللي جسمه مليان شعر، وفيهم اللي جسمه مفيهوش شعر خالص. بيتحركوا بعشوائية وبيبصوا عليا ويرجعوا يبصوا لبعض ويهمهموا بكلام مش فاهمه. عملوا دايرة حواليا وبدأ واحد يصرخ، والتاني والتالت والرابع والخامس، صرخاتهم لا تحتمل. مش قادر اتحمل الصوت. كانت دي النهاية، ايوة دي النهاية. لحد ما واحد منهم طلع فوق جسمي وكان ماسك في ايده حاجة عاملة زي الشاكوش، ورفع ايده وبعزم ما فيه بيضربني. اول ما رفع ايده وغمضت عينيا بحركة لا ارادية، لكن فجأة تسلل صوت الاذان النجدة، ومع صوت الأذان كل حاجة اختفت، كل حاجة اختفت، ما هربتش، اختفوا تلاشوا. أنا قلت خلاص الكابوس خلص وهصحى، لكنه ما طلعش كابوس. بدأت أدرك المصيبة، بدأت أحاول أفك نفسي، بدأت أحسس على حيطان التربة وسط الضلمة، مش شايف أي حاجة، لحد ما وصلت لسلالم التربة وطلعت لآخر سلمة. فضلت أزق في باب التربة لكن كان مستحيل أفتحه. الحقوني الحقوني، حد سلمني، أنا عايش، أنا حي، أنا حي، الحقوني.
الأمل إن حد يسمع أو يساعد. قعدت على الأرض وسط التربة الدقيقة بتمر ساعة، وسمعت صوت من فوق التربة، صوت بيحفر بجروف. كنت خايف ومش عارف أنادي ولا أسكت. باب المقبرة اتفتح، لقيت إسماعيل وبيبصلي. انت حسن فعلا ولا دي حاجة تانية؟ انت حسن ولا دي حاجة تانية؟ ايوه اسماعيل، انا حسن والله العظيم. طلعني من المكان ده، طلعني. اسماعيل شدني وطلعني وانا لسه مش مصدق ولا مقتنع ان ده حقيقة مش كابوس. لكن طلع حقيقة، وطلع اني اتدفنت بجد. واول حاجة قلتها لاسماعيل، انا عايز افهم ايه اللي حصل، ازاي دفنتوني وازاي اعتبرتوني ميت؟ انت كنت مت على فكرة بجد، محدش اعتبرك مت لان انت كنت فعلا مت. رجعت مع اسماعيل البيت وبدأ يحكي لي وقلي. من 3 أيام كنت أنا وإنت ماشيين ورايحين. 3 أيام إزاي؟ أنا لسه سايبك من كذا ساعة ويمكن أقل، تقولي 3 أيام. إهدى يا حسن واسمعني للآخر. أنا عارف إن الصدمة اللي تعرضت لها لما كنت في التربة أثرت عليك. أنا لما إنت كنت بقيت عندي من 3 أيام، صحيت الصبح على خبط على الباب عندي، فتحت لقيت أمي وإخواتي دخلوا، قلت لهم إنك بقيت عندي من امبارح علشان عندك ظروف في بيتك وكده. جيت صحيك لقيتك لا بتتنفس ولا بتنطق ولا في هوا داخل ولا هوا خارج. قلت انك اغمى عليك، اخدتك وجريت على المستشفى وقعدت هناك شوية ولقيتهم طالعين بيقولوا لي البقاء لله. طبعا ما صدقتش الكلام وانهارت، بس استوعبت بعد كده وحزنت عليك. ابويا اللي غسلك وانا غسلتك معاه، ما كانش في حد من عيلتك غير اختك فاطمة، حطناك في النعش. بس واحنا ماشيين كنت سامع صوت من جوه النعش، معرفش اذا كان حقيقي ولا خيال، كانك بتتكلم. فضلت اركز، كان الصوت يروح. سمعت الصوت تاني بيقول انتوا بتعملوا ايه؟ موديني على فين؟ حاجه زي كده. قلت لهم استنوا حسن ما ماتش. اضطروا ينزلوا النعش ويبصوا لقوك ميت. نزلنا النعش على الارض وخرجناك انا وابويا ونزلناك التربه. طلعنا وقفلنا التربة ودعينا لك. أنا حزني عليك كان أكتر من حزن أهلك عليك، بس أنا كانت في حاجة جوايا عمالة تقولي في حاجة مش طبيعية، وكنت مع كل أذان أجي أزورك وأقرأ لك القرآن وأقعد أنادي عليك. والنهاردة لما جيت سمعتك بتصرخ، سمعتك بتقول إنك مش ميت، افتحولي باب التربة. اتأكدت إن أنا كل هواجسي وظنوني كانت صح، فضلت أحفر لحد ما طلعتك. هو ده اللي حصل يا صاحبي، هو ده اللي حصل. اسماعيل خلص كلامه والدموع مغرقة وشه. أنا دلوقتي فهمت اللي حصل في 3 أيام دول، لكن أنا مفهمتش إزاي، ليه، إمتى، فين. كنت محتاج أنام، وقال لي اسماعيل نام ولما أعصابك تستريح وترجع زي الأول هنروح للشيخ فتحي اللي قلت لك عليه قبل ما اموت. قولها يا اسماعيل قبل ما اموت. بعد الشر عليك يا اخويا، بعد الشر. مر اسبوع وبدات افوق من صدمه ان اتدفنت حي، والدنيا اتقلبت حرفيا. اسماعيل جالي يوم الجمعه ومشينا مع بعض في طريقنا لبيت الشيخ فتحي. كان عايش في حته شعبيه وبيته في الدور الثالث في عماره من العمارات القديمه. خبطت على الباب وفتح لنا الشيخ فتحي. كان لابس جلابيه من بتوع الشيوخ اللي بيبقوا في الجامع، وكانت ملامح وشه بتقول عليه انه بشوش. اسماعيل اول ما شافه قال له السلام عليكم يا شيخنا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا اسماعيل يا ابني، عاملين ايه؟ اتفضلوا يا ابني اتفضلوا. اول ما دخلت حسيت براحه عجيبه. قعدنا في اوضه واسعه وبدات احكي كل حاجه باستفاضه عن مطر وكل الحاجات اللي حصلت لي لحد ما اتدفنت وانا حي. كان بيسمعني الشيخ فتحي بتركيز شديد، وبعد ما خلصت كلام قال لي بص يا ابني،
اللي فهمته من كل اللي انت قلته بيدل ان القبر رقم 17 ده كان مكان للعنة تسببت فيها او يعني حد من طرف ابوك او ابوك نفسه، ومطر بينتقم. يعني مطر هو اللي موت ابويا مثلا؟ لا لا لا، انا ما قلتش ده، ما عنديش اي معلومات اقدر اقولها. مطر كان محبوس في القبر، بس لما انت فتحته حررته. والحل يا شيخ فتح، كل اللي اقدر اعمله ليك يا ابني ناجي البيت عندك وحصنك وحصن البيت واقرا. خلصنا كلامنا مع الشيخ وخرجنا وانا مش فاهم ولا استفدت منه زي ما بيقولوا باي حرف. اسماعيل قال لي واحنا ماشيين، مش قلت لك هتلاقي الحل عند الشيخ فتحي؟ انت عبيط يا اسماعيل، انت عايز تفهمني انك فهمت حاجه من كلامه؟ هيجي البيت يقول لي كلمتين خلاص العفاريت مش هتطلع تاني، ومطر هيسيبني في حالي عشان هو هيحصنني؟ ايوه طبعا ده اللي فهمته. اول حاجه فهمتها كمان ان انت مالكش دعوه بالموضوع ده خالص، وان احتمال ابوك يكون ليه هو دعوه كبيره بالموضوع. يعني ابويا عمل ايه في دنيته يا اسماعيل عشان الشيء ده يظهر بسببه؟ ابويا طول عمره راجل بتاع ربنا. اقول لك ايه يا حسن، الشيخ فتحي هيجي لك بكره علشان يشوف الاوضه بتاعتك. اقول لك ايه انت، لا تجيبه ولا تجيب حد، انا مش عايز اشوف حد، وبالذات الراجل بتاعك ده، شكله ولا بيعرف يحل ولا بيربط. اقول لك ايه، قول له ما يجيش. براحتك يا صاحبي، هقول له. رجعت البيت ودخلت الاوضه بتاعتي ورميت نفسي على السرير، مش عارف انام ولا اصحى، خايف انام وخايف اصحى، وخايف انام اصحى لقيني في قبر تاني زي المره اللي فاتت. بس هفضل اقاوم النوم قد ايه؟ تقدروا تقاوم النوم قد ايه؟ انا نمت وحلمت، حلمت حلم عمري ما هنساه، حلم برضو زي ما يكون حقيقه من كتر التفاصيل اللي شفتها فيه ومستحيل تبقى في حلم. كنت نايم على السرير وظهر قدامي نفس الكائنات اللي كانت في القبر اللي بتجري بعشوائيه. الدنيا ضلمه كحلي، يا دوب شايف على ضوء القمر اللي جاي من الشباك حركتهم. دخان كثيف ظهر من تحت الباب ونور احمر باين كان في حاجه بتولع بره. فتح الباب ولقيت مطر داخل عليا، المره دي كان ابشع من كل مره، طويل عن المعتاد لدرجه انه وطى وهو داخل من الباب. شعره طويل واصل تحت كتفه وطالع له قرنين طوال، وشه كان اسود وعينيه كانت سودة، رقبته طالع فيها عروق كتير شكلها وحش جدا، ماده سودة لزجه نازله من بقه. مطر دخل وقف قدامي واتكلم بنفس صوته الخشن المخيف وقال لي: انت مش هتشوف يوم حلو في حياتك، انا هفضل اعزف فيك لاخر لحظه من عمرك. وبعدها اختفى. صحيت من النوم وبقيت متاكد ان مطر مش هيخليني اشوف اي يوم عدل في حياتي فعلا، وان كل اللي جاي هيبقى عذاب. غسلت وشي وفضلت صاحي لحد ما النهار طلع. مر اليوم وانا قاعد في البيت ما بتحركش، لحد ما الليل دخل والدنيا ظلمت. وبعد مده سمعت خبط على الباب، فتحت لقيت اسماعيل ومع الشيخ فتحي. دخل اسماعيل والشيخ فتحي. عندنا في الصعيد ما ينفعش يكون حد في بيتنا ونطرده. مايلت على اسماعيل وقلت له: هو انا مش قلت لك ما تجيبش الراجل ده معاك؟ هو انت ما بتفهمش؟ اللي رد الحقيقه كان الشيخ وقال لي: مش هو اللي جابني يا ابني، انا اللي جيت، وانا اللي رحت وخبطت على اسماعيل وفضل يتهته عشان ما يجيش هنا، لكن انا اللي صممت لو عايز نمشي همشي. يا ابني انا عايز اخلصك من موضوع الجن اللي هنا ده. يا عم الحاج جن ايه وبتاع ايه، انا معليش جن ولا بتاع، الموضوع اللي عندي ده موضوع اكبر من كده بكتير. طيب ممكن تهدى؟ ريحني، اهدى علشان اعرف اتصرف. هو انت شايفني مجنون قدامك؟ لقيت الشيخ فتحي اتكلم بصوت عالي وقال: هات من الاخر وقول عاوز منه ايه، انت مين وايه اللي جابك هنا؟ كان بيتكلم باسلوب عنيف جدا. سمعت صوت في دماغي بيقول لي: خرج الرجل المجنون ده هنا، ده هيفضحك، الناس هتقول عليك مجنون، وهيفضل يحضر ويعمل لحد ما تتلبس بجد. ماشي الرجل المجنون ده هنا، الرجل ده هيوديك في 60 دقيقة، وبعدين انت تعرف منين انه بتعرف ده؟ مش يمكن ده كان يلبسك مصيبة ويلبسك جن؟ اسماعيل خد الرجل ده طلعه من هنا دلوقتي. الشيخ فتحي رد وقال:
مش هخرج، مش هخرج غير لما طهر البيت منك. وخرج من جيبه مصحف صغير. انا اول ما شفت المصحف جسمي اتكهرب، بدأت احاول اقرب منه باي طريقة علشان اضربه. اسماعيل كان زي ما يقول بيحوش بيني وبينه باستماتة. لقيتني بقول انا هأذيك، لو جيت هأذيك، ولو فضلت قاعد هنا هأذيك، هأذيك يا فتحي، هأذيك يا كلب. انا مش غلط علشان اشتم راجل كبير واقول له كده، بس انا فعلا ما كنتش مسيطر على نفسي. مش الشيخ فتحي ومش اسماعيل، وقفلت الباب، ومع قفل الباب النور اتقطع والبيت بقى ضلمة كحل. مشيت ناحية المطبخ اجيب شمعة نور بيها، حسست على الحيطان وانا ماشي، وكنت مادد ايديا قدامي علشان ما اخبطش في اي حاجة. وانا ماشي في وسط الضلمة خبطت في حاجة قدامي، وبعدين شمعة نورت قدامي وظهر وش مطر الشمعة منعكسة على وشه وقال لي: اوعاك تفكر ان لما يجي شيخ هنا ملوش 30 لازمة هيقدر يحرقني. غلطان، وكونك سمحت له يدخل ده هيدخلك في مرحلة جديدة من العذاب معايا. انا عملت لك ايه علشان تعمل معايا كل ده؟ اتطفت المكان والشمعة والمكان رجع في الضلمة تاني. التليفون بتاعي رن ونور، قدرت اشوف مكانه. كانت اللي بتتصل فاطمة اختي، واللي كانت قاعدة عند خالتي من بعد موت بابا. الو، ايوه فاطمة، مالك؟ في ايه؟ ردي عليا، في ايه؟ كل اللي لقيتولي انها بتستغيث وبتقولي الحال، وصوتها قطع، وسمعت صرختها. تخيلت ان مطر في الوقت ده عندها. جريت خرجت من الأوضة وخرجت من البيت من الحوش، واللي اكتشفته بعد كده ان النور كان قطع عندي بس انوار العمدان بتاعت التراب شغالة. خرجت برا على الطريق وركبت اول عربية قابلتني ووصلت بيت خالتي. فضلت اخبط على الباب زي المجنون، لقيت الباب اتفتح وجوز خالتي اللي بص لي وهو مستغرب ومتوتر في نفس الوقت وقال لي: خير يا ابني؟ في حاجة؟ قلقتنا يا ابني في الوقت المتأخر ده، في ايه؟ في ايه؟ زقيت ودخلت ادور في البيت على اختي. فاطمة اختي فين؟ تاني اوضة يا ابني، في الوش على ايدك اليمين. في ايه يا ابني؟ جريت بسرعة فتحت باب اوضتها ودخلت. شفت اغرب وارعب مشهد شفته في حياتي. السرير اللي عليه فاطمة كان في السقف، والدولاب في السقف، وكل حاجة في الأوضة في الأرض بقت في السقف، وكأن الجاذبية انعدمت. لسه هستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، كل حاجة رجعت لطبيعتها في لمحة، كأن الأوضة اتقلبت. لكن اللي واقع الأول كانت أختي، والسرير وقع فوقيها. كل ده حصل وانا واقف مشلول. نقلنا أختي المستشفى، وكانت خالتي وجوزها معايا في المستشفى، وما فيش على لسانهم غير جملة واحدة: هو ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ انت دخلت لقيت ايه؟ ايه اللي حصل؟ خلاص يا خالتي، تقدروا تمشوا دلوقتي انت وعم صلاح. بالنسبة للفلوس اللي دفعتها للمستشفى انا هردها لكم في اقرب وقت. اوعى اسمع الكلام ده منك تاني يا حسن، دي بنتي وانت كمان ابني. انا قلت لك من الاول تيجي تقعد معانا. انا ما اعرفش ايه اللي حصل لها، ده من اقل من ساعه كانت كويسه. ايه اللي حصل؟ وايه الخبط والرزق؟ وايه السرير اللي متكسر فيه؟ ايه انت دخلت شفت ايه؟ خالتي ريحيني ارجوكي وروحي، وانا لما هي ترتاح انا هجيبها واجي عندك. قدرت اقنعها انها تمشي لاني خايف عليها يحصل لها حاجه، وفضلت قاعد جنب فاطمه حد ما محسيتش نفسي وانا قاعد على الكنبة اللي في الأوضة ونمت. صحيت حوالي الساعة 3 الفجر حاسس بجوع شديد. خرجت من الأوضة، مشيت في ممرات المستشفى اللي كانت معظم الممرات مطفية على غير العادة. ما لقيتش ولا ممرضة ولا حد أسأله عن أكل. أنا جعان بطريقة مش طبيعية. لمحت في آخر الطرقة واحد واقف وكان مديني ظهره، قربت منه وقلت له: لو سمحت هي الكافيتيريا فين؟ معقول؟ ليك نفس تاكل بعد كل اللي عملته فيك؟
اتلفت، كان مطر وبيبص لي بصة كلها استفزاز. نهايتك قربت يا ابن ناصر، بس مش قبل ما خليك تعيش أسود أيام حياتك. وانا لسه ما عشتش أسود أيام حياتي، ارحمني بقى ارحمني. قرب مني، لقيتني مرة واحدة رجعت بظهري لحد ما لزقت في الحيطة. مسكني من رقبتي ورفعني من على الأرض وقال لي: عندي ليك عرض هيخلصك مني خالص، مش هقرب منك تاني طول حياتك ومش هأذيك. ايه هو العرض؟ الاختيار الاول، تبقى خادم لبني مطر وهنسى كل اللي عمله ابوك فيك وكل العذاب اللي اتعذبته، ومش هموتك زي ما كنت وعدتك لانك هتبقى من خدامي. انا ما اقدرش اعمل ده، ومهل ابويا اصلا. يبقى انت كده اخترت الاختيار التاني يا حسن، وجنيت على نفسك. بس برضو انا هموتك بالبطيء، هعذبك عذاب تقول يا ريتني وافقت على العرض الاولاني. انا هبقى صبور معاك، هستنى منك الرد وهدي لك مهلة يومين، هم يومين اتنين وارجع لك تاني. بس صدقني لو ما وافقتش على العرض هخليك تندم على كل حاجة بتحبها في حياتك، ومش هحكي لك، كل ده هيبقى مفاجأة ليك. ودي اول مفاجأة بدأت مع اختك اللي جاي اتقل بكتير. في اليوم التاني انا خرجت من المستشفى بعد ما اطمنت على اختي، رحت خبطت على الاوضه بتاعت اسماعيل، فتح لي، واول ما فتح قال لي: يا ابني انت فين من امبارح؟ انا دورت عليك في كل حته واتصلت عليك اكتر من مره، انت تليفونك غير متاح على طول ليه؟ حكيت له كل اللي حصل من اول لما مشي هو والشيخ لحد اللي حصل لاختي، وقلت له انا حاسس ان انا عم ابراهيم ممكن يساعدني. عمك ابراهيم مين اللي يساعدنا؟ ده جه ايام العزا بتاع بابا وقال لي انه صاحب ابويا من زمان ويعرف حاجات كتير، والكارت اهو بتاعه اللي اداهولي وهتصل بيه. فعلا طلعت الكارت واتصلت بيه واتفقت معاه ان انا هروح له النهارده بالليل، وحوالي الساعه 7 بالليل كنت انا واسماعيل رايحين له بيت من بيوت القديمه العتيقه. خبطنا على الباب وفتح عم ابراهيم. الراجل رحب بينا جدا، دخلنا وقعدنا على الكنبه انا واسماعيل، وعم ابراهيم قعد على الكرسي اللي قدامنا وقال لي: اتفضل يا حبيبي يا ابني تحت امرك. بص يا عم ابراهيم، انا ما عنديش شك واحد في المليون انك تعرف حاجه من اللي بيحصل لي. ابويا عمل مصيبه زمان قبل ما يموت وانت تعرفها، والمصيبه دي ليها علاقه بالتربه رقم 17. انا يا ابني هحكي لك الحكايه من الاول، وربنا يسامحني على الحلفان اللي حلفته زمان. من حاجه 20 سنه كنت انا وابوك ناصر تقدر تقول علينا العيال الجامده اللي بتخلص في كل حاجه واي حاجه. كنا اصغر اتنين ترابيه في التراب اللي عندكم دي كلها. بدانا من الصفر، بس تخيل بقى بادئين من الصفر في شغلانه دفن الميتين. قلبنا كان ميت، مفيش حاجه بنخاف منها، وهو ده اصلا اكل عيشنا. هنخاف من ايه؟ دول ميتين لا حول ليهم ولا قوه، واللي يخاف يخاف من العايش ما يخافش من الميت. الاحياء يا ابني هما اللي بياكلوا في بعض، هما اللي بيقطعوا في لحم بعض، الميت في حاله. مش هطول عليك، المهم كنت في يوم قاعد مع ابوك سمعنا تلات عربيات اسعاف جايين وجايبين معاهم تلات ضيوف، وضيوف دي يعني ميتين بنقول عليهم كده. كانوا ستات، واحده في سن اواخر الاربعينات واتنين صغيرين، واحده عندها 12 سنه والتانيه 19 سنه. اللي عرفناه ان الست الكبيره هي ام البنتين الصغيرين، والغريب ان ما كانش حد معاهم غير اتنين رجاله، واللي فهمناهم ان كانوا جيرانهم وقالوا ان هم عايزين يدفنوهم في القبر بتاعهم اللي هو التربه رقم 17. كنا قرب المغرب يعني على ما ندفن هنكون بالليل. فتحنا التربه 17 وحفرنا لحد ما دفناهم، وطلعنا قبضنا الفلوس من الناس وخلصنا ورحنا الحوش بتاع ابوك وقعدنا. يا دوبك نص ساعه وكان ابوك مكلم ماهر وقال له ان في تلات جثث احجامهم مختلفه طازه ولسه جايين من نص ساعه. وقبل ما تسالني مين ماهر انا جاوبك، ماهر تقدر تقول عليه اكبر دجال جابته مصر. كان بيسحر وبيعمل اسوأ وابشع انواع السحر. وفي يوم احنا كنا في الحوش انا وابوك، جه ماهر ده ونزل من عربيه وقعد جنبنا من غير سلام وقال:
أنا عارف إنكم أحرف اتنين هنا بتدفنوا قلبكم ميت، ومفيش حد هنا قلبه ميت زيكم. 5000 جنيه كويس؟ أول ما سمعنا موضوع 5000 جنيه وقتها كان مبلغ كبير، وفهمنا هو عايز إيه ووافقنا من غير تفكير، وكان طلبه إنه عاوز واحدة ست تكون معدية 30 سنة وتكون لسه ميتة طازة، ونكلمه وتكون المدة اللي نكلمه فيها ما تزيدش عن 5 أيام بعد موتها. وفعلا جت التلات جسس اللي قلتلك عليهم واتصلنا عليه، وبعد نص ساعة كنا كلنا واقفين قدام التربة 17، وماهر طلع الفلوس وقال دول 20,000 جنيه، يعني أكتر من اللي اتفقنا عليه، بشرط تنفذه علشان أنا مش هينفع أنزل التربة. أنا بقى سامحوني مش هقدر أنزل، أنا ليه أسبابي، أو تاخدوا الـ5000 جنيه وخلاص وأنا أنزل. طبعا إن إحنا نتعرض علينا يا ابني 20,000 جنيه في زمن أغبر قديم، الفلوس زغللت عناية وعنينا بوك، كل واحد فينا فكر باللي هيعمله بالفلوس الكتيرة دي. وافقنا، وما كناش شايفين قدامنا فعلا غير الفلوس، الطمع عام عنينا. بس بيني وبينك أنا كنت قلقان وخايف، كنت حاسس إن الموضوع ده فيه وراء إنا مش قادرين نفهمه. ماهر مشي بعد ما شرح لنا هنعمل إيه بالظبط، ونزلت أنا وبوك التربة. كان مع أبوك شوية حاجات ماهر ادهاله، عبارة عن شمع كتير، كياس دم، طاسة كبيرة، وحاجة كده عاملة زي الحجاب، ورملة سودة ريحتها تقرف. نزلنا التربة وبدأ أبوك يرسم دايرة كبيرة من الدم، وفي وسط الدايرة رسم أشكال رموز وأرقام، إيش مثلثات على نجوم، وبعد كده قاموا مولعين كل الشمع اللي كان معانا. جبنا جثة الست الكبيرة وحطناها في وسط الدايرة، وقام والدك فتح بق الست وحط في بقها الحجاب اللي كان ماهر جايبه، وحط الرملة السودة كمان في بقها وفي ودانها، وحطها دفسها في فتحتين مناخيرها كمان. كان مع أبوك ورقة مكتوب فيها طلسم بدأ يقرأ منه، وأقوله لك أنا فاكره كويس. أقسمت عليك يا مطر بحق اللهب والنيران والوهيج والدخان، أحضر هنا ونفذ أمري ولا تغفل عن عني، وافعل ما أمرك به قبل أن ينزل عليك الشر واللهب. أجل يا مطر يا خادم هذه الأسماء وأسرع. باهياس باهياس. في الوقت ده يا ابني أنا حسيت بحرارة شديدة جاي من كل مكان، سخونة في كل جسمي، كأن في حمى ضربتني، ألم شديد، عناية بتوجعني مش قادر افتحها، عمال اغمضها من كتر الالم اللي فيها وعمال اتدمع. فضلت ازعق واصرخ، وابوك عمال يكمل القسم والطلسم اللي عمال يقوله. شفت خيالات سودة وانا بحاول افتح عناية اشوف اي حاجه بتتحرك بعشوائيه في كل مكان. بقيت اترعش واتنفض، وسمعنا صوت بيقول امرتنا بالحضور فحضرنا، فلك منا السمع والطاعه، ولنا عندك العهد والدم. ابوك فضل يصرخ ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، بس بعد ايه نار ولعت في الدايرة اللي كانت في الأرض اللي مرسومة بالدم واللي كنا حواليها، وسمعنا صرخات ناس كتير بتتعذب كأننا دخلنا جهنم. أنا وأبوك خوفنا وجرينا، طلعنا نجري من التربة وخرجنا من غير ما نكمل الطلسم وننفذ باقي المطلوب مننا، وشدنا باب التربة وقفلناه، وسمعنا أصوات التعذيب شغالة جوه. اتصلنا على ماهر وحكينا له اللي حصل، زعق فينا وقال يا أغبية إيه اللي انتوا عملتوه ده؟ انتوا حضرتوا المطر وما صرفتوهوش تاني، الجثة اللي كان بيتحضر عليها اتحرقت، انا ماليش دعوه باللي هيحصل لكم، انا مش عايز من النهارده اعرفكم ولا اسمع صوتكم، والفلوس مش عايزها اخليها لكم، انتوا كده كده ميتين. ورزع السكه في وشنا. بصيت لابوك وقلت له دجال زي ده يخاف، دجال زي ده يخاف، امال احنا هنعمل ايه ناصر؟ دي مصيبة سودة وروحنا في 60 داهية. أبوك قال لي الشيخ مسعود هو اللي هيعرف يخرجنا من الورطة دي. رحنا له وكانت الساعة 12 بالليل، كان هو عايش في أوضة منظرها كئيب والحيطان متهالكة، وقعد في نص الأوضة وقدامه ترابيزة وعليها مبخرة. حكينا له كل اللي حصل وسكت شوية وقال لنا لما الجن بيتحضر لازم يتصرف، انتوا محضرتوا مطر وما صرفتهوش، وكمان الجثة اللي اتحضر عليها اتحرقت، يعني هو كده كده بقى محبوس في عالم الإنس، وتحديدا محبوس جوه القبر ده، لا قادر يخرج ولا قادر يرجع للعالم بتاعه. تخيلوا نفسكم مكانه وشوفوا ممكن تعملوا ايه لو حد فكر يخرجه تاني. باب التربة ده لو اتفتح هيحصل كوارث. والحل يا شيخ مسعود هنعمل ايه؟ الحل في ايدك انت يا ناصر.
لأن أنت اللي قريت الطلسم. الحل إنك تحرق مطر، وإلا هو هيخليك تشوف عذاب الدنيا والآخرة وهتتمنى الموت. بصيت يا ابني لأبوك وكان واضح الرعب عليه وعليا. الشيخ مسعود قال لأبوك أنا هديك طلاسم عشان تحضر مطر تاني، وكأنك ناوي تتفق معاه على طردية أو يسيبك تعيش على حسب الاتفاق. وفي وسط ما أنت بتتكلم معاه تكون قاري عليه الطلسم ده اللي مديهولك، وأول ما تقرأ عليه اللي مكتوب في الورقة هيتحرق. مشينا من عند الشيخ مسعود ورجعت أنا وأبوك التراب تاني. كانت الساعة 2 بالليل. دخلنا التربة وأنا وقفت بعيد في الركن، وأبوك بدأ يعمل الطقوس اللي الشيخ مسعود قال عليها. حضر الجن مطر فعلا، وقال أجب يا مطر بحق النور ونور النور، أقسمت عليك بحق سكان القبور، بحق أبيك إبليس، أجب يا مطر يا خادم هذه الأسماء وأسرع. طيل طيل مطال مطال. أبوك كان بيترعش وبيتنفض وهو بيقول للطلسم ده، فضل يكرره. فضلنا نسمع ناس بتصوت وأصوات مخيفة وبتزيد وبتعلى، لحد ما كل حاجة سكتت فجأة، وجثة الست الموجودة في التربة قامت قعدت، وسمعت صوت صرخة مريعة وعالية ودخان أسود طلع من الجثة، وابتدى مطر يتهيئ يتشكل على هيئة كيان أسود طويل ليه قرنين طوال وعنده شعر كثيف فوق كتافه، وبقيت جسمه ما فيهوش شعر. رجليه كانت عاملة زي رجلين الجمال، وعينيه كانت جمر مولع، كل ايد من ايديه فيها 3 صوابع، ضوافره عاملة زي الحوافر الطويلة المخيفة، واتكلم بصوت مرعب وقال لقد امرتنا بالحضور فحضرنا، لكنك خنت العهد فلا لك منا سمع ولا لك منا طاعة. بس يا ابني كان بيقولها بصوت مخيف. ابوك نفذ كلام الشيخ مسعود بالظبط وقال الطلسم علشان يحرق مطر. النار مسكت في الجن بسرعة، وفي وسط ما بيتحرق واحنا بنهرب من القبر وبنخرج قال الجملة مش قادر انساها لحد دلوقتي وهو بيموت، قال له اوعى تفتكر ان دي النهاية، هقتلك اكتر حد بتحبه، هقتلك اكتر حد بتحبه. خلص عم ابراهيم كلامه وقال لي وانت يا حسن اكيد اكتر حد ابوك بيحبه، ومن حسن الحظ ان طول المدة دي القبر مقفول، لكن من سوء الحظ انك فتحت التربة، ولو ما كنتش عملت كده ما كانش هيصيبك اي اذى. سنعمل ايه، النصيب والمكتوب على الجبين لازم تشوفه العين يا حسن يا ابني. يعني انا اتدمرت، انا هموت بسبب ذنب انا ما عملتوش، عنديش اختيارات غير ان اموت او ابقى خادم للجن. سمعنا صرخة رهيبة، جدران البيت اتهزت، النار ولعت في البيت كله. لقيت ابراهيم بيحاول يهرب لكنه ارتفع في الهواء وبدأ يتخبط في كل جدار شوية لحد ما وقع ميت، جسمه كله اتكسر والدم كان بينزف من كل حتة في جسمه. وظهر مطر، وظهر حواليه 10 الكائنات اللي بتجري بعشوائية، كانت اشبه بالقرود لكنها مخيفة، ايديها طويلة واصلة للارض، عينيها زي الدم، سنانها مدببة زي المسامير والابر. مطر شاور على اسماعيل اللي تحول وشه بقى ازرق زي الميتين وعينيه بقت سودة بالكامل، وحصل له نفس اللي حصل لعم ابراهيم، اترزع في الحيطة مرة والتانية والتالتة لحد ما وقع، الله اعلم ميت ولا فقد الوعي. كل الكائنات الصغيرة وقفت مرة واحدة وبصولي، نظرات كلها شر، نظرات حادة، واتجمعوا في نص الأوضة وشكلوا دايرة كبيرة حوالين جثة ابراهيم وجثة اسماعيل لو ماتوا او لو هم فاقدين الوعي، ولفوا في حركة دائرية عكس عقارب الساعة، وبدأ يقولوا كلام وأصوات مش مفهومة ولكنها أشبه بالغناء، الموضوع كأنهم بيحتفلوا. كل اللي بدأت أقوله لا إله إلا الله الحي القيوم، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. مطر صرخ، فضل يصرخ كأنه بيتعذب، والكائنات الصغيرة بدأت تتخبط. حسيت ان الذكر اللي قلته ده هو اللي انقذني وهو اللي عمل فيهم كده، فضلت اعيد وازيد فيه واكرر فيه. جسم مطر اتحول لدخان تاني، ووشه اترسم بالدخان والصرخ، وفي ثانية طار ناحيتي واخترق جسمي، ايوه اخترقني، ومع اختراقه ليا جالي تشنجات رهيبة، وحسيت ان انا بفقد الوعي. فضلت اتنفض في الارض زي ما اكون بتكهرب،
وكهربا فعلا بتمسك في جسمي وبيخرج من بقي رغوة أنا مش مسيطر عليها، وسمع صرخات في وداني بتبعد والدنيا بتضلم مع الصرخات وهي بتبعد، لحد ما محستش بأي حاجة بعدها، فقدت الوعي تماما. أنا فين دلوقتي؟ أنا في العناية المركزة، نايم على سرير طبي، خراطيم خارجة من رقبتي وخارجة من دراعي وخارجة من جنابي. سمع كلام بيتقال من بعض الدكاترة إن تشخيص حالتي صعب ومش عارفين يشخصوا إيه، وإن في بوادر تسمم بدأ يجي في الدم، وإن أنا بموت بالبطيء ومش قادرين يعملوا حاجة، وأعضاء جسمي كلها بتنهار تدريجيا، وإني قدامي أيام بسيطة وهموت. طلبت من أحد الأطباء الشباب الصغيرين اللي موجودين إني هحكي له قصتي ويسجلها لي ويبعتها لك، بس هيبعتها لك بعد ما الفظ أنفاسي الأخيرة، علشان تكون متأكد إن أنا رحت ضحية الفعل والذنب أنا مليش أي دخل فيه. وإنت بتسمع دلوقتي أو بتحكي حكاية المقبرة رقم 17، ادعي لشخص مظلوم دفع ثمن جريمة هو عمره ما كان المذنب فيها.